مصر تؤكد مخالفة الممارسات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية وقطاع غزة. شكري يطالب مجموعة العشرين بالعمل على إنهاء الاستقطاب الراهن وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني دون عوائق. ووكالات أممية ودولية تحذر من تصعيد العنف في رفح الفلسطينية وتقدم مطالبات لتجنب كارثة أسوأ في قطاع غزة. السادسة صباحا والرابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة. بداية هذه النشرة مع الزميلة حبيبة عمر. أهلا بك حبيبة. أهلا ومرحبا بك سارة، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. ونستهل هذه الجولة الإخبارية بجلسات محكمة العدل الدولية العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أكدت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على خلق ظروف حياة مستحيلة في قطاع غزة بشكل متعمد، ويعمل على منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأهالي. وخلال تقديم مرافعة مصر الشفهية أمام محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة، أضافت ممثلة مصر أن الاحتلال يخطط لاقتحام رفح الفلسطينية التي يسكنها أكثر من 1,300,000 فلسطيني. إن المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا غزة مستمرة، إذ استشهد 29,000 فلسطيني حتى الآن، وهرب أكثر وشرد أكثر من 2,000,000 فلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي. إسرائيل وبشكل متعمد وبشكل مستمر تعمل على خلق ظروف حياة مستحيلة في قطاع غزة، إذ أنها تفرض الحصار وتفرض سياسة التجويع وتمنع وصول المساعدات الإنسانية، وإذا ما وصلت تمنع توزيعها من خلال القيود وأعمال القصف المستمرة، والآن تخطط لاقتحام رفح التي يوجد فيها أكثر من 1,300,000 فلسطيني، إذ أن إسرائيل مستمرة في هذه السياسات التشريدية والتهريجية بحق الشعب الفلسطيني، ويفشل مجلس الأمن الدولي في المناداة والدعوة من أجل وقف إطلاق نار دائم في الأراضي الفلسطينية. ويتضح بأن إسرائيل تستمر في هذه الممارسات وفي الضفة الغربية، إذ أنها تفرض قيود على الحركة وتقوم بأعمال اقتحامات وتهدم منازل الفلسطينيين وتسمح للمستوطنين باستخدام العنف ضد المواطنين الفلسطينيين، وتعمل على زيادة بناء المستوطنات بشكل كبير والبناء التحتية الخاصة فيها ذاهبة بحل الدولتين إلى المجهول. وأضافت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية أن قوات الاحتلال مستمرة في انتهاكاتها، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وينتهك مبادئ القانون الدولي. إن هذه الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي، هذا الانتهاك الذي يهدف إلى تجريد الشعب الفلسطيني ممتلكاته وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وجعل هذا الاحتلال غير القانوني الدائم، إنه من الصادم وفي هذه اللحظات الحرجة أن بعض الدول وبدل من أن تمارس مسؤوليات من أجل إنفاذ قانون الأمم المتحدة وتشجيع الرأي الاستشاري لها رسالة مختلفة. وأوضحت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية أن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس الشريف أمر مرفوض، وأن الاحتلال يهدف إلى إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة
مؤكدة أن حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه هو جريمة حرب. المبدأ القانوني الآخر فيما يتعلق بشرعية وقانونية الاحتلال الإسرائيلي المادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة، والذي ينص على عدم شرعية الاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة، والأغلبية دول العالم قدمت مرافعاتها وقالت بأن إسرائيل ومحاولتها تخليد وتأبيد احتلالها الأراضي الفلسطينية إنما هو انتهاك القانون الذي يمنع الاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة. إن حرمان الشعب الفلسطيني ممارسة حقه في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعمل على ضمها إلى إسرائيل إنما هو جريمة حرب، كما لا يوجد أي أساس في القانون الدولي لمثل هذه الإجراءات. إن إثارة هذه القضية أمام المحكمة إنما يذكرنا بأهمية القانون الدولي، والذي يحظر استعمار الأرض الآخرين وتجريد الشعوب المستعمرة من حقوقها. وهذا ما تفعله إسرائيل منذ عام 1967، وتحاول تبرير ذلك من خلال اللعب على مبدأ الدفاع عن النفس، إذ أن إسرائيل تستخدم هذا الحق منذ عام 67، رغم أن ما تقوم فيه هو ليس دفاع وإنما هو عدوان على الأراضي الفلسطينية. إن هذا الاحتلال الممتد لعقود لا يمكن أن يكون متسق ومنسجم مع القانون الدولي، وما يستخدمه من قوة غير متناسبة بحق المواطنين الأصليين ودليل على ذلك. وإسرائيل ليس لها الحق بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية باستخدام القوة. أكدت مصر في مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية انطباق اختصاص المحكمة في إبداء الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كما شددت على ضرورة التزام المجتمع الدولي بوقف انتهاكات الاحتلال. المزيد حول ما تضمنته تلك المرافعة نتابعه في العرض التالي، والزميل هشام عبد التواب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي من أجل منح الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67، مؤكدة عدم شرعية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف. إذن مشاهدينا الكرام، قد تضمنت المرافعة المصرية الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في تلك المسألة، مشيرة إلى الممارسات الإسرائيلية التي تمتد لنحو 75 عاما والرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وسلب للأراضي والمنازل وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي واستخدام ممنهج وعشوائي للعنف ضد المدنيين ومواصلة تعريض أبناء الشعب الفلسطيني
للمعاناة الإنسانية بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير، في وقت لا يزال فيه العالم يقف صامتا أمام اتخاذ موقف حازم بحتمية إنهاء الاحتلال طويل المدى. إذن مصر أكدت أنه بات من المستحيل تجاهل مسؤولية الأطراف الدولية عن تغيير الوضع الراهن، فالاعتداءات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة المحتل لا تزال مستمرة في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، وفي ظل عجز مجلس الأمن عن تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري. فالوضع الكارثي الذي امتد ليشمل الضفة الغربية بات يزيد من الفصل بين الأراضي الفلسطينية، ويهدد أسس مقررات الشرعية الدولية بحل الدولتين، بل ويقوض من آفاق إرساء السلام الدائم والتعايش بين شعوب المنطقة. وأكدت مصر في مرافعاتها أن الوضع الكارثي امتد ليشمل الضفة الغربية، حيث تم تهجير مجتمعات فلسطينية كاملة على إثر تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، ووضع قيود على تنقل المواطنين وتنفيذ الإجراءات العقابية بهدم المنازل، فضلا عن توسع سياسات الحكومة الإسرائيلية في أنشطتها الاستيطانية. لذا طالبت مصر بدعم هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي استنادا لأحكام القانون الدولي، مشددة على أن السبيل الأوحد لتحقيق تلك الغاية يظل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية متصلة الأراضي والقابلة للحياة، وذلك على خطوط ما قبل عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. المرافعة المصرية استندت إلى سوابق أحكام وآراء المحكمة التي تؤكد انطباق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والاستيلاء على الإقليم بالقوة، إلى جانب رفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس وإدانة انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعلى رأسها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والخاص بالجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مصر أكدت على أن اختصاص محكمة العدل الدولية في منح الرأي الاستشاري لا غنى عنه في سبيل هدف حل الدولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي استنادا لأحكام القانون الدولي، مشددة على أن السبيل الأوحد لتحقيق تلك الغاية يظل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية متصلة الأراضي والقابلة للحياة على خطوط ما قبل عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. مصر شددت على ضرورة التزام المجتمع الدولي وفقا لمبادئ المسؤولية الجماعية بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي وعدم الاعتراف ورفض أي آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكدة ضرورة قيام الأطراف الدولية بالضغط على إسرائيل للامتثال لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة واحترام أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا حول مرتكزات المرافعة الشفهية التي تقدمت بها مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة.
مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط. وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون. وخلال مشاركته في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، شارك وزير الخارجية سامح شكري في جلسة بعنوان دور مجموعة العشرين في التعامل مع التوترات الدولية الجارية. واستعرض شكري في كلمته أوجه فشل النظام الدولي، والتي يتمثل أولها في فشله في الحفاظ على مبادئه وأعرافه، حيث تم انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة. وطلب وزير الخارجية مجموعة العشرين وأعضائها بإنهاء الاستقطاب الراهن والعمل على تحقيق وقف فوري ومستدام للعدائيات، وأيضا وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني دون عوائق. كما شدد على أهمية ضمان امتناع إسرائيل عن أي تحرك عسكري في رفح من شأنه تهجير أو نقل الشعب الفلسطيني للدول المجاورة. أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره السعودي فيصل بن فرحان حتمية الإنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون يوميا، فضلا عن الرفض القاطع لأي عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح ومحاولات التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم. جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرين في مدينة ريو دي جانيرو على هامش مشاركتهما في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين بالبرازيل. اتفق الوزيران على استمرار التنسيق والعمل المشترك خلال الفترة القادمة للحد من الأزمة في قطاع غزة واحتواء تداعياتها على كافة الأصعدة، والعمل كذلك على احتواء ومنع توسيع دائرة العنف إلى أجزاء أخرى من المنطقة. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره التركي هاكان فيدان استمرار التنسيق القائم بين البلدين اتصالا بما يشهد قطاع غزة من عدوان إسرائيلية، وكذا أهمية تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى إنشاء دولة فلسطينية على حدود ما قبل 5 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وخلال لقاء الوزيرين على هامش فعاليات اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، وتم التأكيد على أهمية استمرار بذل المساعي الحثيثة للحيلولة دون اتساع نطاق الحرب في غزة، وذلك من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية واستئناف عملية السلام. كما أشاد شكري خلال اللقاء بالنتائج الإيجابية التي تمخضت عنها الزيارة التي قام بها الرئيس التركي إلى مصر خلال الشهر الجاري، معربا عن تطلع مصر لأن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز مسار العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها لأفاق أرحب في كل المجالات بما يصب في مصلحة شعبي البلدين ويسهم في استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين. وصل المعبر استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، كما استقبل المعبر العشرات من شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود.
قال رؤساء 19 وكالة أممية ودولية إن المدنيين في غزة في خطر شديد بينما يراقب العالم، وذلك في بيان مشترك صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وهي أعلى منصة للتنسيق الإنساني في منظومة الأمم المتحدة. وأوضح المسؤولون أن مدينة رفح الفلسطينية تحولت إلى ساحة معركة أخرى في هذا الصراع الوحشي، ونبهوا إلى أن من شأن المزيد من تصعيد العنف في هذه المنطقة المكتظة بالسكان أن يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، وحددوا 10 متطلبات من أجل تجنب كارثة أسوأ في القطاع. أظهرت بيانات من الأمم المتحدة ومسؤولين أن انهيار الأمن في قطاع غزة فاقم صعوبات توزيع الغذاء الذي يصل إلى القطاع. تقول الأمم المتحدة إن توزيع المساعدات داخل غزة أصبح أصعب بسبب انهيار الأمن داخل القطاع، حيث يعيش معظم السكان الآن في مخيمات مؤقتة، فيما تحتل القوات الإسرائيلية الآن معظم أنحاء غزة، وهي مسؤولة عن مرور قوافل المساعدات عبر المناطق التي تسيطر عليها. قالت وزارة الخارجية البريطانية إن المملكة المتحدة والأردن قاما بإنزال جوي لأربعة أطنان من المساعدات، بما في ذلك أدوية ووقود وأغذية، إلى مستشفى تل الهوى في شمال غزة، حيث قامت القوات الجوية الأردنية بتسليم تلك المساعدات. تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحضيرات استضافة القاهرة للمنتدى الحضاري العالمي في دورته 12، وذلك خلال الفترة من 4 وحتى 8 من نوفمبر المقبل، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات، موجها ببدء الاستعدادات اللوجستية لتنظيم المنتدى وتخصيص فريق عمل متفرغ لمتابعة كل ترتيباته، كما كلف بالتعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية بما يساعد في خروج الحدث بأفضل صورة. أكد رئيس مجلس الوزراء أن المنتدى الحضاري العالمي من أكبر منتديات الأمم المتحدة، ويجمع ممثل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتعرف على الحلول الحضارية وتعزيز الشراكات من أجل تحقيق التنمية. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والوفد المرافق له. وخلال اللقاء أشاد مدبولي بالعلاقات الأخوية الشديدة التميز بين مصر والإمارات، وذلك بدءا من العلاقات المتميزة التي تجمع قيادتي البلدين، وصولا إلى الارتباط القوي الذي يجمع بين الشعبين المصري والإماراتي، ومشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد طفرة كبيرة، وأن حكومتي البلدين تعملان على قدم وساق لتنفيذ عدد من المشروعات المهمة.
كرم رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب العسكري للرماية الحاصلين على المراكز الأولى بالبطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وكذلك تكريم عدد من الضباط المتميزين في المجالات العلمية والبحثية. نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي وتهنئته للمكرمين، مشيدا بما تم تحقيقه من نجاحات وجهود متميزة في الارتقاء بالقوات المسلحة ودورها في خدمة الوطن، ومؤكدا حرص القوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات التي تمكن أبنائها من تحقيق التميز والريادة بكافة المجالات. انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للقوة المسلحة، قامت المنطقة الشمالية العسكرية بإطلاق حملة بلدك معك، وذلك لدعم الأسر الأكثر احتياجا. وتضمنت المرحلة الأولى من الحملة توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية على 332 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية. انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للقوات المسلحة، قامت المنطقة الشمالية العسكرية بإطلاق حملة بلدك معاك لدعم الأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظات التي تقع بنطاق المسؤولية، وذلك بالتعاون مع البنك الزراعي المصري وعدد من مؤسسات المجتمع المدني. وتضمنت المرحلة الأولى من الحملة توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية على 332 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي. وشملت الأسر 108 أسرة بمحافظة الأسكندرية و83 أسرة بمحافظة البحيرة و71 أسرة بمحافظة الغربية و70 أسرة بمحافظة كفر الشيخ. وأكد اللواء أركان حرب هشام حسني حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية خلال مراسم تدشين الحملة على المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها القوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصري بمختلف فئاته. أعربت الأسر عن عميق شكرهم وامتنانهم لما تقدمه الدولة ومؤسساتها الوطنية. أشكر المنطقة الشمالية وأشكر اللي وقف جرني وبسطونا وجاب لنا كل حاجة، الله يحب فيهم خلقه وربنا يبارك فيهم كلك يا رب. بصراحة المقابلة والناس والجيش ويعني قابلونا مقابلة بصراحة ما كناش نتوقعها، وربنا يكرمكم ويخليك لنا وتفرحنا كده دايما يا رب، ونفرح بيك وانت في وسطينا معانا يا ريس يا رب، الله يبارك لنا فيك يا رب. حضر المراسم محافظو الأسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ وممثلو مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الحملة. وافق الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا. تضمن مقترح العقوبات فرض قيود على الصادرات من ثلاث شركات صينية ووضع وزير الدفاع الكوري على لائحة سوداء، وذلك على خلفية تزويد موسكو بصواريخ. يبدو أن العقوبات الغربية على روسيا لم تأتي بنتائجها المرجوة تماما، خاصة في مجال الطاقة، حيث استطاعت موسكو الإبقاء على بعض زبائنها القدامى في أوروبا إلى جانب فتح أسواق جديدة خارجية. المزيد في هذا العرض مع محمد أنصاري. مشاهدينا أهلا بحضراتكم. رغم العقوبات الغربية على موسكو، لم تستطع أوروبا الاستغناء بشكل كامل كما زعمت عن الغاز الروسي، كما حققت روسيا إيرادات كبيرة من الطاقة بعد زيادة صادراتها من النفط والغاز لآسيا.
الإحصائيات الأوروبية أشارت إلى زيادة الاتحاد الأوروبي من استيراده للغاز الروسي بمقدار 3% خلال العام الماضي، وتصدرت كل من إسبانيا وبلجيكا مستورد الغاز الروسي المسال في القارة العجوز، إذ اشترت مدريد أكثر من 40% من إجمالي الغاز الروسي الوارد إلى أوروبا بواقع 5 مليارات و240 مليون متر مكعب بزيادة 5% عن عام 2022. أما بلجيكا فاستوردت 30% إلى 3 مليارات و820 مليون متر مكعب. في الوقت نفسه احتلت هولندا المرتبة الثالثة كأكبر مستورد للغاز الروسي رغم انخفاض وارداتها إلى 2.2 مليار متر مكعب، وأصبحت اليونان الرائدة المطلقة في نمو مشتريات الغاز الطبيعي المسال الروسي، حيث قفزت وارداتها منه إلى 750 مليون متر مكعب، الأمر الذي جعلها رابع أكبر مستورديه في أوروبا. وكان بين المشترين الآخرين البرتغال وفنلندا وإيطاليا والسويد وإستونيا وليتوانيا. ومع إيقاف بلدان الاتحاد الأوروبي معظم عمليات الشراء المرتبطة بالطاقة من روسيا للضغط اقتصاديا على موسكو، حلت آسيا مكان أوروبا كأهم سوق للطاقة الروسية، إذ تراجعت الصادرات الروسية لأوروبا بينما ارتفعت إلى آسيا بنسبة 5.6%. وفي بيانات جمركية صينية منفصلة سجلت التجارة الثنائية بين بكين وموسكو رقما قياسيا قدره 240 مليار دولار خلال العام الماضي، على وقع تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين بكين وموسكو. وفي الوقت ذاته تراجعت الواردات الروسية من أوروبا بنسبة 12.3% إلى 78 مليار و500 مليون دولار، بينما وصلت قيمة السلع التي يتم شراؤها من آسيا بالازدياد بنسبة 29.2% لتصل إلى 187 مليار و500 مليون دولار بحسب هيئة الجمارك الروسية. ورغم انخفاض إجمالي الفائض التجاري الروسي بمقدار 140 مليار دولار، حققت موسكو إيرادات كبيرة من الطاقة بما يعادل 58.5% مقابل عام 2022، حيث تعد صادرات الطاقة مصدرا رئيسيا للإيرادات بموازنة روسيا، إذ تدر مليارات الدولارات شهريا. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا حول إيرادات روسيا من النفط والغاز الطبيعي رغم العقوبات الأوروبية. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. انتهت نشرة السادسة صباحا، وهذا تذكير بأهم ما جاء بها من عناوين. مصر تؤكد مخالفة الممارسات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية وقطاع غزة. شكري يطالب مجموعة العشرين بالعمل على إنهاء الاستقطاب الراهن وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني دون عوائق. وكالات أممية ودولية تحذر من تصعيد العنف في رفح الفلسطينية وتقدم مطالبات لتجنب كارثة أسوأ في قطاع غزة. ختام هذه الجولة الإخبارية، ونذكركم لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. كنا معكم على مدار هذه الجولة الإخبارية الزميلة سارة عبد الله وأنا حبيبة عمر. إلى اللقاء.